والله مطالبنا كثيرة وعديدة حقيقة. الحكومة المركزية المحلية غايبة، يعني لا شفنا مدير بلدية، لا شفنا قيم مقام، لا شفنا حتى للمحافظ، وسادين الشوارع علينا كلها، يعني احنا معتقلين بصورة غير قانونية. نعم بالقادسية أفواج قاعدة لا شغل ولا عمل. نطالب قائد الشرطة، وين قائد الشرطة؟ عنده 4-5 أفواج، كل شارع يخلينا بسيطرة حتى نشعر أكو أمان وأكو أمن وأكو حكومة متواجدة بيناتنا. أما على هاي الحالة والله هي هذول أصحاب العوائل وأصحاب المحلات ما يطلعون حتى الإيجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثر عليهم شغلنا. ثاني شيء عندي محل بنشر ودهن، اللي عنده بنشر يفطر من شارع المستشفى يجي علي، فنطالبهم على فتح شارع الجراج. كثير أثر. هسه قبل كنا هسه على جار 300,000، ابو الاجار يجينا يريد راس شهر 300,000 من عندنا، فمنين جبت 300,000 واحنا ماجرين شغلنا باليوم ما طلع 5,000 10,000 دينار بالنهار بسبب الشوارع؟ نعم. بالنسبه لنا يعني هذا الشارع اثر علينا يعني 100%. تعرف حركه اللي يريد يروح يجي علينا ماكو طريق يجي علينا، افتار واحنا هالفترة على شارع المستشفى يفتر. شارع المستشفى يفتر عنا مسافة بعيدة. أثر على المنطقة هذه كلها. أثر على شوف هذا من هنا هذا الشارع منطقة كلها ماتت. واحنا المفروض يفتحونا في أي فتحة من شارع الجراج على شارع 500 أو شارع أقرب يخدم المنطقة كلها يصير بالنص. واحنا نطالب فتح الشوارع وإن شاء الله بتسهيل أمر المواطنين. احنا هسه بالنسبة للشغل مالنا تقريبا شبه واجف. يعني نحس الايجارات ما جايين نطلعها، لانه تدري احنا الشارع العام يعني ما يجينا غير بس ابو الشارع العام، زين احنا المنافذ مسدوده من شارع الجراج لحد حي الطين، ولا منفذ مفتوح، زين هو شنو الداعي اللي ما يفتحونه؟ يعني هي المفروض يفتحونا واحد من المنافذ، لان هاي المنطقه كبيره، القادسيه كلها كبيره، شارع المستشفى بعيد علينا، واحنا بالنسبه لنا يعني احنا للمحلات يعني ضرينا 100%. يعني نتصور قبل يعني احنا بالنسبه لنا الصبح نذبح 8 طليان، تدري هسه الطليان خلصه؟ من ورا شغلت الشوارع. ما حد يجينا، يعني تصور واحد يذب سيارته على الشارع ما يقدر يذبح، يخاف اذا يريد يفتر علينا هالفره هاي الطويله، يعني تعتبر عليه مسافه طويله عليه.